والدرس التاني كان اسمه الجسد الواحد أو شعار ال أيوة قوة اتنين اتنين يساوي واحد. والنهاردة جاي أكون بشارككم إن قوة اتنين بتساوي واحد. ما تخافيش مالك فين؟ طب أنا هتكلم لغاية ما أنت تجيب الحاجة. هو أنا بس عايزاكم على ما هو يجهز حاجة كده، هتفتحوا معايا أفسس 5 وآية 31 والمقطع الأخير منها، أنا بقراها من الترجمة العربية المبسطة. ويصير الاثنان جسدا واحدا، هذا السر عظيم. ويصير الاثنان جسدا واحدا، هذا السر عظيم. كلمة سر دي خلتني حسيت انه دي حاجة مش سهل ان اي حد يفهمها. ده سر عظيم مش سر عادي. انه اكون انا واشرف جسد واحد دي مش حاجة عادية. والعجيب انه الرب صنع ده، والرب هو اللي اختار ان يكون احنا الاتنين جسد واحد. وفرق معايا قوي انه هي دي حاجة اوريدي معمولة، دي حاجة حصلة من قبل ما الرب يخلق ادم وحواء. وحتى لما حصل اخفاق من ادم وحواء وسقطوا، الرب رجع تاني واستردها في الصليب زي ما هنعرف دلوقتي. فهي حاجة اوريدي موجودة، بس هل احنا مركزين ان دي حاجة مهمة وانها سر محتاج ان احنا نركز عينينا عليه ونعيش كجسد واحد فعلا، ولا احنا حاسين انه اشرف ده كيان وعايدة دي كيان واحنا الاتنين بنحارب بعض طول الوقت ومش عارفين احنا المفروض نحارب مين بالظبط. الغريبة والعجيبة انه في وسط الحياة زي ما ادم وحواء عملوا، حصلت حاجات هنعرفها دلوقتي خلتهم هما الاتنين مش بيعيشوا الجسد الواحد ده. فانا عايزاكوا دلوقتي تركزوا، هل انتوا عايشين الجسد الواحد اللي الرب صنعه، ولا عايشين الوضع الخطأ اللي الحية عملته مع آدم وحواء؟ هنكون بنتكلم مع بعض. فهمتوا اللي قالته عايدة؟ نعم. اوكي، نيجي للشرح العملي. ده ايه ده؟ فعلا. طيب امسك الحبل كده، ما امسكش الحبل، امسك الحبل تاني. ده حبل دوت ولا حبلين؟ طيب هل الحبل دوت قوي ولا ضعيف؟ حلو. هل ممكن يكون ليه لازمه؟ ممكن. اشكرك. صح، منش على غسيل ممكن نربط بيه حد ما بيسمعش الكلام، نربط او ننط الحبل او حاجه زي كده. هو فالحبل عامه ليه فوائد كتير وليه استخدامات كتير. انا عايز اقول ان الانسان نفسه او الله لما خلق الانسان، ادم وحواء كان عباره عن جسد واحد، صح كده ولا كانوا اتنين؟ واحد. مع العلم ان الحبل اساسا ليه بدايه وليه نهايه، كانوا عباره عن جسدين لكن هما حبل واحد. حلوه الحته ديت، جميل. طيب معلش هعمل زي بابا وليم عشان بس اعرف. فالفكرة عامة عشان بس اخوات اللي في الزوم يقدروا يكونوا بيسمعوا في ال لا 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 خليك انت. فالفكرة عامة ان الله لما خلق الانسان ادم وحواء، تمام، هما الاثنين كانوا جسد واحد، وابتدى ان هما يكونوا في علاقة حية واحدة مع بعض، قوة مضاعفة، اثنين يساوي واحد. وده شعار ال خلاص عايزين نقول الكلمتين اللي حافظينهم بقى يا ليلى. اوكي اوكي. فالاثنين دول بيساوي واحد. الله لما قال لادم اساسا ان من كل شجر الجنه تاكل اكلا، وجات الحيه شككت في الكلام دوت. دي الحقيقة، ابتدت تشكك في كلام الله. أحق قال الله لكم؟ وعارفين إن الخطية دخلت من خلال الحية، ولما دخلوا في الحية، الحية دي قطعت العلاقة. ليلى معاها مقص. طب قومي كده. أنا اللي هقطع. اقطعي. يا رب سامحني. سامحني. أوكي. هل الفكرة إن الحبل ده لما اتقطع نصين هل هيقدر يكون بيرجع تاني؟ طب الحبل ده كان أساساً في البداية كان كم طرف؟
دلوقتي عندنا كم طرف؟ كان الله آدم حواء حية. الفكرة في حاجة إن الحية فصلت آدم وحواء. لما فصلوهم عن بعض القوة نفسها ما بقتش مضاعفة، لكن القوة بقت مفردة. يعني أنا دلوقتي متهيألي لو أنا مسكت عشان أكون بعملها كده أوكي، وامسكها تاني عشان أحاول أرجع الحبل تاني زي ما كان، في عودة في النص بقى، في انفصال. مثال لو انا مسكت الحبل وشديته ممكن الحبل يتعمل ايه؟ يتقطع نصين، بقت العلاقه مشوهه ما بين الانسان والانسان. الفكره في حاجه ان في بدايه الحبل ونهايه الحبل، ان ديت لو هنقول ان ده زوج وزوجه، ان الاثنين كانوا بيبصوا على ضعف بعض. كان حواء كان بتقول ده الحيه هي المشكله، وآدم كان بيقول ده حواء هي اللي عطتني. الفكرة ان هما الاتنين ما ادركوش مين هو العدو الحقيقي اللي في النص دوت، لكن هما الاتنين كانوا بيلقوا اللوم على بعض. لكن كان في حتة الذات والأنا اللي خلاهم يسقطوا في الحتة ديت، ان حواء ابتدت تكون بتفكر طب ما انا اشوف ما نعمل ذاتي. آدم بردك ما أنا كنت الراجل وبعمل الجنة وبحرسها والدنيا تمام، لكن منسوش إن هما الاثنين كان ليهم هدف واحد وغرض واحد. نسيوا إن هما ليهم هدف وغرض واحد، نسيوا اللي على حياتهم والرب اللي قال لهم. فلما نسيوا كان من السهل خالص إن إبليس يخش ياخد ثغرة ويبتدي يفصل حياتهم بالشكل ده. لكن نشكر الرب من أجل كورس الزواج. هل في رجاء ان يكون بيعيد الحبل ده مره تانية؟ هل اللي كسر يتصلح؟ احنا لو عملنا الحبل ده كده تمام، هل ممكن يكون بيرجع تاني حبله مره واحده؟ ها ها، هيرجع الحبل دوت قطعه واحده. ازاي يتقطع وبفعل فاعل وليلى شاهد ان هو اتقطع بالقص؟ هل الحبل ده هيقدر يكون بيرجع مره تانية؟ اتحيي العظام وهي رميم. هي الفكرة في حاجة ان انا بحضر اجتماعات وبسمع، لكن مفيش تغيير. في رجاء في المسيح، في امل، لكن انا لما يكون عندي ايمان وعندي اني اكون بتغير عن حياتي، هقدر اكون في المسيح علاقة جديدة. امين. سحر وشعوذة، عيافة وعرافة. آمين. خلينا بس نكون فعلا بجد بنحيي الرب، لان هو بيجدد العلاقه، بيرجع العلاقه اساسا مره تانية. استواني بس نركز بس مع بعض. المحاضره دي مش عن الحبل يا جماعه وازاي تقطع. الفكرة عامة هي إن كانت قصة كويسة وصلة إيضاح، ممكن هي الفكرة فعلا من جوة نفسها ليها عمق روحي كبير. إن عايز أقول إن كل مكسور يكون يتصلح في الرب. أمين. يوم ما أنا أعلن إن أنا يا رب، يوم ما أنا أعلن إن أنا يا رب عندي الثقة واليقين إنك تقدر تخلينا جسد واحد تاني، ويوم ما عيني تركز هل أنا في الخطية والوقوع ولا أنا في الصورة الأصلية اللي رب حطها على حياتي، هل أنا في حالة الحبل المقطوع واللي هو بحاول أربط الدنيا. حتى يعني أحيانا لأن إحنا مثلا متربيين في مجتمع شرقي، فأنا بربط الدنيا زي ما أشرف ربطها كده، اللي هي إيه؟ عشان تمشي. لا، مش هعلن إن أنا هنفصل، بس إحنا عاديين جوه البيت منفصلين، فهل الوضع ايه؟ وعايزاكم تأكدوا بس على اربع نقط اشرف قالهم وهو شغال بيوضح لكم الموضوع ده، انه نتائج الخطية بتخليني بركز على نفسي مش على الاخر وازاي اسدد احتياجاته، بتخلينا نختبئ من بعض ونستخبى.
مش في الشفافية اللي رب خلقنا عليها. مش أنا يا أشرف أنا تعبانة من كذا وكذا وكذا، أنا حاسة بكذا، بشارك معاه مشاعري وأفكاري وإرادتي، لا ده أنا بستخبى منه وهو بيستخبى مني. وده بسبب إيه؟ بسبب إنه في البداية خالص أنا ابتعدت عن الله. ففي حالة ابتعادي عن الله بتبدأ الحاجات دي بتظهر، وبخفق في إن أنا أميز العدو الحقيقي، وبدل ما ركز على العدو الحقيقي اللي هو كانت الحية في الحالة دي وان انا اخرجها برا حياتي، لا ده انا ايه اشرف هو المشكلة، وهو يقول عايدة هي المشكلة. انا عايز اقول لكم انه بقى يعني بالرغم ان احنا ادينا الدروس دي ودرسناها كذا مرة ودرسناها كمان، لكن فعلا بجد انا شخصيا في وقت قريب قوي كنت شوية كده وقع في علاقتي بربنا، واللي هي قصة الابتعاد عن الله. وفي الوقت ده فعلا إبليس كان عايز يضحك عليا ويقول لي إنه إحنا مش عايشين كجسد واحد، وبدأ يضخم لي الموضوع قوي. لكن مع وجود أشرف وإنه هو كان بيقول لأ وكان بيعمل عكس ده فعليا، الرب أنقذنا في الحالة دي، لأن هو اكتشف العدو الحقيقي، مش العدو هو عايدة، هو كان مميز إن أنا في حالة مش متزنة، فهو كان بيقف إنه إزاي مش عدوتي هي عايدة. وأنا لما الرب بدأ يظهر لي إنه مش عدوك هو أشرف، أنت فين من علاقتك بي أنا الأول، لما تركزي نظرك عليا الدنيا هتبقى متزنة وهتبدأي تظبطي الأمور صح. من هنا بيجي فكرة الجسد الواحد، حاجة حقيقية موجودة مزخرة ليكم في السماويات، انتوا مش لسه هتعملوها، انتوا بس هتحطوا ايديكم في ايدين الرب وتمدوا وتاخدوها. ده اللي انا كنت عايزة اكد عليه النهاردة. عندنا بعد كده حضرة القسيس رضا وماريان، ربنا مصممة على جناب القسيس ربنا هيباركنا بركة غير عادية بأن هم هيكلمونا على الغفران، وبعديهم القسيس رضا وماريان هيكلمونا عن الأدوار، وبعديهم هيكون مجدي وهناء هيكلمونا عن الغفران، وبعد كده هنصلي مع بعض وهنختم ونتحرك. نفسي نحيي أشرف وعيدة بصراحة. بصراحة أكتر حاجة فرقت معايا لما خدنا الكورس في البداية، احنا كنا نفكر الموضوع، يعني أنا فاكر لما جينا ناخد أول مرة الكورس مع عمو خيري وليلى الأسيس خيري حقيقي فرق معانا، مع أن كنا بنقول إحنا كويسين وزي الفل حلوين ومية مية، لكن بعد كده حسينا أن إزاي أن الموضوع محتاج، كان في حاجة تاني مش متشافة لينا، لكن كنا محتاجين الحق الإعلان الكلمة أنها تفتح عنينا، ومن خلال أشخاص ربنا بيحطهم في حياتنا بيساعدونا. فإحنا بنشكر رب عشانهم. النهاردة حسينا وإحنا هنتكلم عن درس الأدوار، أكتر حاجة فرجت معانا إن إزاي لما بنتحرك مع بعض كل واحد بالدور بتاعه بنكون مرتاحين وبنبسط قلب الرب، يعني الرب نفسه بيبقى مبسوط، لأن الرب خلقنا كده، خلقنا إن إحنا نكون كده، كل واحد له دور مش كده؟ كل حد كامل في الحتة اللي ربنا حطه فيها، يعني مفيش حد أجل من حد، مفيش حاجة اسمها الست ناقصات مش عارف ايه الكلام اللي بنسمعه حوالينا ده، ما عندناش الكلام ده. حتى الثقافة دي ثقافة ملوثة، ثقافة شريرة، لكن الرب النهاردة كأني بيفتح عنينا على الحق والكلمة عشان نعرف نشيل الشيلة مع بعض. بالظبط للرب دعينا لأجلها اللي من بداية اليوم بنتكلم فيها، إن إزاي نكون بنعمل غرض الرب وهدفه بس نشيلها مع بعضينا، بدل ما الواحد يشيل ويقع أو واحد ما يشيلش ويجري، لكن إزاي نكون بنشيلها مع بعض ويبقى في اتزان. فدرس الأدوار أكتر حاجة فرقت معنا إن المثل بتاعنا هو يسوع والكنيسة. يسوع لما عمل الدور بتاعه، مع أن الكنيسة كانت لسه مش واخدة دورها، لكن يسوع أصر أن يعمل الدور بتاعه.
المسيح لما عمل الدور بتاعه كان في حاجة كان دايما يطعم الكنيسة، يشفق على الكنيسة. حبة هوية ضعيفة، حبة هوية لسه ما خدتش دورها، حبة هوية لسه في ضعفها، حبة هوية لسه يعني معلش ما كانتش مركزة، حبها محبة غير مشروطة. فيسوع أعلن قلب الله الآب من خلاله، عشان كده كان باين قوي إن يسوع إزاي يحب ويشفي ويحامي ويسند ويطعم ويقوي. ده اللي كان بيعمله يسوع. عشان كده المثل بتاعنا في الأدوار هو يسوع والكنيسة. إزاي يسوع كرجل كزوج بياخد دوره صح علشان يعرف يساعد الكنيسة صح؟ وهنعرف، لأن الكنيسة لو ما خدتش دورها كمان معلش في حاجة واقعة، في حاجة غلط. كمان الكنيسة لما بتاخد دورها اللي هو مثل لي أنا كزوجة، أنا مش بعمل كده عشان هو بيعمل كده أو هو يستاهل كده، لكن أنا بعمل كده كمل الرب. أنا بعمل كده عشان الرب. الكنيسة لما بتحب، الكنيسة بتشفع، الكنيسة يعني أنا هتكلم عن جزئين من الأدوار، يعني الأدوار 7 أدوار للزوجة و7 أدوار للزوج، بس في يعني كلهم فرقوا معايا، بس من أكتر الحاجتين اللي أنا كنت مخفقة فيهم بزيادة اللي هو المساعدة والمتشفعة. دي كانت من أكتر الاثنين اللي أنا كنت يعني عاملة بساعده كده وخلاص، لكن ازاي انا فهمت معنى المساعدة الحقيقية من فكر الرب، مش مجرد ان انا يعني في البيت برب العيال وخلاص على كده، لكن ازاي انا اكون معاه جنب كتف بكتف عشان نقدر نعمل ونشيل الشيلة مع بعض ونشوف ونميز مع بعضينا ونعرف اللي الرب عايزه ونكون يعني معينة ليه في كل شيء، مش بشده الورا لكن أكون بسنده وبعضده وبشجعه وناخد خطوات لقدام مع بعضينا مع العيال ومع الخدمة مع في كل اتجاهات الحياة، مش شوية احنا واحد مع بعضينا وفي حاجات تانية احنا كل واحد وحدي. في كل من بداية ما بنصحى الصبح لحد ما بننام بالليل، كل فكرة كل كلمة كل حاجة احنا مع بعضينا بنفكر فيها ونمشي فيها. المتشفعة انا كنت فاهمة ان هو الجسيس يعني، فهو اللي يصلي وانا اقول امين يعني، مش انا هاي هاي هو جسيس، مش المفروض انا امن على اللي بيقول كلامي. هو تعالي ان انا فاهمة غلط جدا ان هو اساس فاهمة غلط ان انا لا هو اساس هو لسه مازال يعني بس وفي ترقيات عليه كمان اكتر، لكن انا اللي كنت فاهمة ان علينا احنا الاثنين بس كنت فاهمة ان انا مفروض اقول امين وخلاص، وانا مش لازم يعني انا اكون بسمع صوت الرب، مش لازم ان انا اكون بصلي واتشفع، لكن فهمت ان احنا الاثنين قوة مع بعض، احنا الاثنين مفيش ثغرة تدخل، لان لو طرف وحدي بيصلي ممكن يكون في حاجات ما تكونش مظبوطة ممكن يعني، لكن احنا الاثنين مع بعض بنأكد مع بعضينا اللي بنسمعه بتشفع. وعرفت كمان يعني ايه انا الرب ميزني ان انا اكون رادار، ده في درس تاني بس ده في التشفع برضو، ان ازاي اكون رادار وما جللش من الاحساس اللي الرب بيدهولي، لان الاحساس ده مش فقاقة مثلا، انا كنت فاهمها ان فقاقة انا بفهم يعني بفهمها وهي طايرة، لكن الرب كان عطيني احساس ان اعرف الحاجة مثلا قبل ما تحصل او احس في الحاجة لما تكون موجودة، فده الرب عطهولي احساس عشان اكون بتشفع بيه وصلي بيه. فرق معايا اني ازاي تكون كقائد، وبحس ان الراجل عليه دور كبير في الحتة دي. القائد الشخص اللي هو اللي مسؤول عن كل قرار، مش القائد اللي هو فكرة انا الراجل هنا وانا لازم تخضعي لي ولازم تعمل اللي انا عايزه. في آية انا عايز اركز بس عليها لان دي خطيرة جدا، ممكن كورنثوس الاولى 11 لو حد معاه كتاب ممكن يطلعها. ممكن كتاب ممكن حد يقراها من عدد 1 11 1 اتفضلي اتفضلي
متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. شكرا شكرا. عايز أركز على الحتة دي لأن دي خطيرة. مرات كتير كقائد مسؤول في البيت، لأن بصراحة هي اتوضعت عليك المسؤولية كراجل في البيت، هي كده اتوضعت سواء رضيت أو مرضيتش، هي اتوضعت والرب حط عليك المسؤولية دي لأن دي دور القيادة، القيادي في البيت الراجل. لو أنا اللي هوجه، يعني أنا اللي هشوف هروح فين بالقيادة دي، أنا اللي مسؤول عن ده، أنا اللي مسؤول لأن ورايا كمان ناس راكبة، ناس موجودة. طيب عشان أعمل ده صح يتطلب إيه؟ بصوا على الآية دي تاني كويس كده في عدد 3. يعني مش عارف أنتوا خدتوا بالكم من الحتة دي ولا لا، في ناس طبعا عارفها قبل كده لكن عايز أوضح حتة مهمة خالص. ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو مين؟ فاكرين النهاردة عمو خالد اتكلم على حتة خطيرة، إيه الفرق بين يسوع والمسيح؟ مش بنفصلهم، لكن الوظيفة هنا والإعلان والنور المسيح كجسد كرأس اللي موجود في البيت الروحي اللي بتحط فيه، على رأسي المسيح الشخص الممسوح، لأن المسحة كمان بتنزل منين؟ من الرأس. لو أنا مش تحت غطاء وتحت ترتيب سلطان صح والمسيح مش موجود فوق رأسي، معلش يعني هيبقى في حاجة تانية فوق رأسي، في أرواح تانية فوق رأسي، في أفكار تانية مش مظبوطة فوق راس. ليه؟ لأن الشخص كمان اللي راسين حاجة مش حلوة، يعني وحش. تفتكروا لو شخص النهاردة بيقول أنا القائد في البيت وأنا الراجل في البيت وأنا السيد، الموضوع مش كده خالص. ده الموضوع أصلا هو شخص، حتى مراتي لما بتخضع لي مش بتخضع لي بخنوع وبقهر وإن أنا أعمل يعني أكون متسلط عليها، لا لا لا، ده بحب. حتى مراتي لما تيجي تخضع لي تخضع لي بايه؟ بحب. بس الاول انت مراتي تخضع لي وعيالي يخضعوا لي لو انا مش خاضع. لو انا خاضع، لو انا خاضع، لو انا مش خاضع لسلطان فوقية مستحيل اللي تحتيها يخضع لي، مستحيل. عشان كده الكتاب بيقول حتى خطيره جدا، اخضعوا لله قوموا ابليس. وابليس هنا مش عيالي ولا مراتي، مش مراتي هي الابليس، لكن الارواح الشر اللي بتحاربنا اللي موجوده فيا انا اولا، والافكار اللي مش مظبوطه انا بقاومها فتهرب مني. بس الاول لازم يكون فوقيه مين؟ ها؟ المسيح. عشان كده راس المسيح هو مين؟ الله. وراس الرجل المسيح، وراس المراه الرجل. الترتيب ده لو ما تحط الصح، معلش هيبقى في حاجه غلط. مش كده مرات كتير نيجي نقول يا مراتي ليه مش هتخضع ليا، هو عيالي ليه مش بيخضعوا ليا؟ لان معلش انا مش خاضع. لو انا خاضع صح اللي تحتيه هيخضع صح وبحب، لان انا خاضع للرب ورجل الله اللي في حياتي بايه؟ بحب. مش كده الحته القياده دي فرقت معايا انا في ايه؟ بصراحه انا كنت برمي يعني حاجات كتير على مريان موضوع العيال. يعني انا بره الوقت كله في الخدمه كنت اشكر الرب الراجل تحس انه عايز يا عم حاضر بس حقيقي حقيقي مريان حقيقي بطلة وجميله و ايوه فادي عارف الكلام ده بس حقيقي مريان يعني كنت انا في دور انا مش واخده كقائد. ممكن ايوه نصلي اصلي ناخد كلمه من الرب ونتحرك، وحقيقي اتحركنا والرب حفظنا على جد اللي احنا كنا عارفينه وحمانا جدا وحفظنا من فخاخ وامور صعبه على جد ما احنا كنا عارفين. بس جه وقت لا ما ينفعش تكمل كده، لما الرب فتح عينينا على نور جديد ازاي انا ومريان في الادوار كقائد، ان مش بس مريان شايله هم العيال ولا شايله ان هي اللي تربي وهي اللي قاعده اليوم كله. انا حكيت الحته دي مره في جيل افضل، ان ممكن ابقى بره اليوم كله ومريان مع العيال وانا اجي اقول لها مريان خليك في سلام، خليك كويسه، خليك هتكلم بالايمان. كانت مريان دايما تقول لي يا رضا صدقني في حاجه غلط، شوف الموضوع فيه ايه.
بما انه كان الجاسوس فانا كنت حاسه ان الموضوع فيا انا اللي غلط. يبقى انا في حاجه غلط. بس ما ادور على السلام ده مش لاقي. لما حاجي لما الرب فتح عينينا على النور ابتديت اعرف لان مرات كتير انا بره اليوم كله والعيال معاها الوقت كله، انا في الخدمه بقى والدنيا دي وبخدم، لكن لما جيت وفهمت ازاي نتفق احنا مع بعض الاول وكقائد هنا. مريان دايما كانت تعمل حاجه جميله بصراحه، حقيقه انا بشوف في مريان زي ساره مع ابراهيم، دايما تكرم، دايما تمدح، دايما تشجع، دايما 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 ما فيش حاجه اسمها تهني او تقول كلام تجل كلام يجل مني قدام الاولاد. مريان حقيقه انا شفت فيها يعني خضوع وحب واكرام، فده خلى حتى العيال، يعني انا اللي كنت عاطي الحته دي، كنت عاطي ايه، ان مرات كتير وانا مع عيالي كان العيال يجي لان بابا جاي يحب ويطبطب اليوم كله بره ويجي يحب ويبوس ويطبطب، وطبعا هي اليوم كله مع مين، فطبعا العيال عارفين مين اللي بيطبطب وبيحب، هيجروا على مين، على بابا اللي بيطبطب. وانا اقول لهم مريان يا مريان خليكي في سلام. مريان مالك مشدودة كده ليه؟ ومريان تقول لي رضا طب اقعد معايا كده يوم وشوف الوضع ايه يعني. فابتدينا نفهم، انا لما ابتديت اخضع حتى السلطان حتى عيالنا، اشكر رب عليهم دلوقتي بناتنا اتنين بره حقيقي حقيقي هم نفسيهم. اميره مره قالت كلمه، قالت يا بابا انا كنت في مرحله انا كنت ميته حقيقي، وانا حاسه ان انا عشت، انا كنت في موت. حتى المرحله بتاع اللي احنا كنا فيها قبل كده هي نسيتها خالص، قالت مش فاكره منها حاجه خالص، حست ان حاجه حقيقي اندفنت وقامت، ده كله لان الرب احنا هنا وقفنا صح بالظبط. بدينا ناخد ادوار لما كل واحد خد دوره صح. انا عايز اقول دور تاني بس مش عارف دور المعيل. انا قلت دور المعيل هنا، المعيل يعني الشخص اللي مش يجيب لقمه العيش بس لبيته. جماعه دي اكتر كذبه واكتر حرب، الرجاله لما مش بياخدوا دورهم في الحته دي، دي ضربه شريره. انك تكون عبد، انا بكلم الازواج والرجاله هنا، انك تكون عبد لقمه العيش، تكون عبد للفلوس. فمرات كتير ابليس يدي بدايل مزيفه، يعني ايه؟ بدل ما تكون معيل انك تجيب الاكل الروحي، لان ده دورك اصلا كرجل بحسب قلب الرب، انك تجيب الاكل الروحي لبيتك، انك تجيب الطعام الروحي للبيت بتاعك، المسؤول ان بيته ياكل روحيا، عارفين مين؟ الزوج. لان هو الشخص القائد، هو المعيل، هو اللي بيساعد، هو اللي بياخد اللي في قلب ربنا ويجيبه لبيته. عشان كده النهارده مش كل حاجه شغل، مش كل حاجه فلوس، مش كل حاجه اكل العيش، مش كل حاجه هعمل ايه طيب. انت ممكن تنجح في دي قوي، بس في حاجه، في مشكله تانية، انك انت اصلا مش عامل الدور بتاعك اللي المفروض كرجل الله في البيت ككاهن البيت مش عامله. مش كده دوري انا النهاردة، ان ازاي انا باخد دوري كرجل بحسب قلب الرب في البيت ده. امين. ده تعلمناه ولسه بنتعلم وهنتعلم ونص كتيرة في الكورس، في حاجات كتيرة الرب علمها لنا، وفيها كل مرة حتى احنا بندي الكورس بنتعلم حاجات كتيرة ومبادئ كتيرة، بس ان الرب بيدينا نور واعلان وفهم جديد لكل مرة. يعني بشجعكم جوعوا اكتر، اللي خد حتى اللي خد الكورس جوع اكتر، جوع اكتر ان الرب يديك فهم اعمق. ما تستكفيش بالوقت بالحاجه اللي انت تعودت عليها وخدتها، في اعظم وفي اعظم وفي اعظم. ربنا يبارك. أنا حقيقي إحنا نتكلم في الغفران. أكتر حتة
مزمنة وموجعة في درس الغفران ده لأنه بيمس النفس، بيهدم فيا حتة. يعني حتى لو كنت يعني بروح السماء واجي، حتى لو كنت شخص فعلا بحب ربنا وكويس ومية مية، لكن حقيقي أكتر حتة أكتر حاجة في عدم الغفران بتبقى موجعة عشان بتمس النفس، بتجر وراها المشاعر، بتجر وراها الذهن. حتى الشفائي بيبقى بصعوبة، لازم أعيط شوية واتوجع شوية لأن الموضوع مس الكرامة بقى والمشاعر كله اتهد. في حاجة جوايا كانت كنت كويس، أنا كنت إنسان طبيعي وكويس، وحد كده قال لي أنت كذا كذا، أنت عملت إيه فيا؟ أنت هدمت حتة فيا أنا كنت كويسة. حقيقي لما بنخش مش قدام الرب بقى، انت لما تخش جوه قلب الرب، لما اجي اعيط تاني عشان اغفر انا بشفى، وكأن الرب بيلم كل اللي اتهان واتقطع واتكسر، وممكن تكون حاجات فيها ظلم وفي حاجات مش مظبوطة ومش ده انت بتقول ايه، انا مش كده. فالله يقولك تعالى باللي وقع منك وتقطع فيك، تعالى رجعك تاني صورتك اللي في عيني واللي في قلبي. عدم الغفران تخفيك انك تغفر. لما اتجوزنا جديد من 20 سنة، انا كنت حاسة انك انت ازاي تقف في طريقي، يعني انا مامتي مش موجودة متوفية من زمان، وابتديت بليس يقول لي ده شخص ربنا بعته لك يقلمك يوجعك بس، ده يعني مفيش غير كده. لكن بمجرد ان دخلنا الكورس وقعدنا نصلي وقعدنا قدام الرب، ان الله بيشفي علاقتنا اللي هي مست النفس، لان لو النفس بتاعتي اتمست يبقى ذهني، يبقى مشاعري، يبقى إرادتي، الدنيا خربت. لكن أنا لما برجع تاني يقول له أنا عايزة أشفى، واضح أني مش هينفع نكمل، اشفيني فأشفى. فأرمية مكتوب كده، يعني إما مش هكمل، لو ما شفتنيش مش هكمل في الزواج أو في الخدمة أو في بيتي. الغفران شفاؤه إن أنا أغفر. عاد أشارككم بشاهد كتابي في مرقس 11 عدد 26. في مرقس 11 26 بيقول كده: وإن لم تغفروا أنتم لم يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات أيضا زلتكم. متهالي الآية دي بترد على درس الغفران مهما احنا نتكلم. لو كل حد فينا بس قرأ الآية دي وفهمها كويس، يعني ايه مش هيغفر لك لو انت ما غفرتش للناس. هتقول لي اصل انت مش حاسس بيا، هتقول لي اصل متعمل فيا مش مقدرش اقول لك قد ايه. سيدي وسيدك اتعمل فيه اكتر من كده، وقال اغفر ليهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فانت مش احسن منه ولا نحسن منه. فعايز اقول درس الغفران ما يتوعص، ما يتحكاش، ما تحكوش في قاعدة، لكن ده محتاج يتعاش. كلمة تتقال يعني طاعة، يعني هغفر، يعني هدفع الثمن، ملوش كلام أكتر من كده. الرب بيقول كده، ده منح، الغفران ده منح مجاني بدون أي مقابل. لأن الله لما عمل معنا كده، لما غفر لنا على الصليب ما طلبش مننا أي مقابل، مهما كانت خطيتنا ومهما كانت الإساءة اللي احنا يعني أسأنا إليه ليها، الله غفر لنا على الصليب بلا حدود. فلا بد ان احنا نكون بنغفر لآخرين بلا حدود. ولما احنا هنغفر بلا حدود لآخرين هنساعد ناس تانية انها تكون بتغفر.
لكن لو انا ما تشفيتش، لو انا ابتديتش بنفسي انا مجدي الاول وتشفيت كويس نفسيا وروحيا، مش غفرت بالشفايف وقلت انا بغفر، لكن مجرد ما اشوف الشخص المسيء الي افتكر الاساءة انا بضحك على نفسي، معنى انا غفرت يعني اتشفيت، يعني لما اشوف الشخص ده اباركه خلاص انا اتشفيت، ما فيش اي حاجة بيني وبينه، الحائق او الاعاقة اللي كانت موجودة دي اتشالت، دم المسيح طهرني، لما دم المسيح بيطهرني خلاص انا بقيت حاجة جديدة، فانا متاح ان انا اغفر في اي لحظة في اي وقت. كلنا في العالم كل حد فينا كل يوم بيتسأل ايه، في حد هنا بيتسألش ليه كل يوم؟ كل يوم، بس احنا تعلمنا كل ما حد يسيء إليا ده بيصرخ ليا بيقول لي صلي لي الحقني انا محتاج كلمة منك ارحمني، فما تزعلش ان حد يسيء إليك، بالعكس ده بيصرخ ليك. فبشجع كل حد لو في حد بيزعقلك بيشخط فيك بيهينك في الشغل ده بيقول لك صلي لي انجزني انا بنتنجد بيك، شوف الفرق، لان كتير المواد تقول ايه حتى المسيء اليه انا حد غلط فيا انا لا لازم ابادر واروح اقول له سامحني حقك عليا. الغفران مش وعظ، الغفران ما يتكتبش، الغفران حاجه تتعاش. انا عايز اقول لكم زي ما انا قلت من شويه، اتطردنا واتقال علينا كلام شرير واتفهمنا غلط ولا يفرق معانا، ما يفرقش معانا كلام الناس، لكن يفرق معانا كلام الرب. الرب راضي عننا، مش مهم الناس ترضى عننا، مش مهم، اهم حاجه رضا الرب. فعايز اقول ان الغفران مش ما تستناش اي مقابل من اي حد، طب لو غفر لي هغفر له، لو غفر لي قد كده هغفر له قد كده، لا ما تتقس كده، ما تتعملش بالطريقه دي، لكن عشان هو غفر لك مجانا لازم تغفر مجانا في كل الطرق في كل الحالات، ما تستناش اي مقابل ولا تستنى رد فعل ولا تقول واحده بواحده، ما فيش الكلام ده عند ربنا، اغفر يغفر. الغفران بيدي حياه، الغفران لو ما اعطاكش حياه هديك المراره، والمراره نتيجتها دينونه على حياتك، والمراره معناها ان انا كمية عدم غفران وتكتل أنا سكت عليه. عدم الغفران بيأتي بالألم والاضطراب لحياتك، وعدم الغفران ده سبب جذور لم تقلع شريرة وتراكمت. ما اشتغلتش على نفسي، ما رعيتش نفسي، ما كنتش واعية، كنت مستمتعة بعدم الغفران والألم والكلام الصعب اللي أنا سمعته، هو ده اللي انا باكل فيه، ده خلاني ما اشتغلتش على نفسي عشان اتحرر. لكن الغفران بيدي الحياه، خليني اسمع ربنا، حتى عدم الغفران بيقفل ودانك، حتى عشتي في بيتي مش بتبقى فيها سلام، ما هي في حاجه، في مرض روحي احنا مسمينه ده مرض روحي، ان انا اكون عندي عدم غفران واخش على بقى المراره، ما هو الموضوع بيتطور بقى، والمراره وراها ده حاجات وحشه. فالغفران حياه، صعب مش سهل الكلام، كل ما اسمعه حتى وانا بصلي بسمع الكلام اللي اتقال، لكن الشفاء في الرب. كل ما اشتغل على نفسي، انت كل ما تقعد قدام الرب او تقعد قدام الرب هتلاقي نفسك بتتغسل حبه حبه، بتنضف بتتنقى. ودايما دايما اقول انا ومجدي قلبا نقيا، انتوا كذا قلبا نقيا اخلق فيا الله، يعني ما هو ما فيش حل غير ان انا اكون في الحياه، لو خرجت بره الحياه هموت. لكن انا دايما انا ومجدي واولادي، حتى اولادي صاحبي عمل كذا ده بيعمل كذا، اقول له يا ابني خليك في الحياه، اغفر له وسامحه، لانك لو قعدت تغيظ في نفسك وتقول على نفسك كلام شرير هتموت، مش هيبقى فيك حياه مع ربنا اصلا. فده اللي جواك، النبع اللي جواك تنقله، لو جواك نبع نقي وجميل ومليان بكلمه الرب هتدي لعيالك كل الناس والبيوت اللي بتدخلوها، لو نبعك مش نقي هتقول اي كلام وكلامك مش طالع اصلا، لان انا جذوري ما اتخلعتش اصلا اللي عاملاه لي عدم غفران.
لكن النهاردة إحنا بنبارككم وبنصلي لكم. أنت هتقول حاجة تانية؟ أقدرش أقول كلام. عايز أختم راجل خلاص. هنقفل خلاص. بصوا انتوا البونبونايه لا وشوكولاتايه وشوكولاتايه عشان بحب الشوكولاته. بنبارككم، شكرا لحسن استماعكم، بركه ليكم. احنا بس عايزين ننبه عن ميعادين كده معانا في شهر 2. عندنا مؤتمر للشباب في بيت فاونتين جيت في العبور، ده يوم 18 و19 و20 2. ده هيكون الاشتراك بتاعه ب 400 جنيه، وهيكون في جزء في المؤتمر ده بيتكلم عن ان ازاي الشاب يختار شريك الحياة، وهيكون في حاجات تانية كمان بجانب ده. فاللي يعرف اي حد من الشباب من سن ثانوي جامعة او فيما فوق ويحب يدعي للمؤتمر ياريت يتواصل معنا. لا احنا على فكرة اختيار شريك الحياة ده ممكن نديه من كيجي من ابتدائي عادي خالص، مش تفرق معنا الحاجات ابتداء دلوقتي لان احنا بندي مبادئ الهية. فاحنا لما بنحط المبدأ في الطفل من وهو صغير، كل مرحلة بقى هو بيبني على المبدأ اللي أخده قبل كده. يعني احنا في جيل أفضل لما بنعمل كورس جيل أفضل، الأهالي بيبقوا قاعدين هنا بيتعلموا الكورس ازاي يربوا أولادهم، والأطفال برا بيبقوا بياخدوا نفس الكورس لسنهم ازاي يتعامل مع بابا وماما في شكل ثانوي مش واعدادي. لو في حد من الشباب في اعدادي وحابب يطلع يسمع، هو يعني ده هيكون جزء في المؤتمر عن اختيار شريك الحياة وما قبل الارتباط، وفي حاجات تانية برضو جانب ده. يعني كمان عندنا مؤتمر تاني بس مش داخل القاهرة لكن خارج القاهرة في بني مزار، ده هيكون 3 ايام بليلتين يوم 5 و6 و7 فبراير. هيكون قيمة الاشتراك 350 جنيه، ده للمتزوجين ويفضل ان ما يكونش معانا اطفال. هو هنا في المؤتمر ده عاملين لكم مؤتمر مخصوص للاطفال جوه المؤتمر، لان 350 في جيل مؤتمر جيل افضل ومؤتمر الزواج يعني الاساسي بتاعه انه احنا مش بنصطحب الاطفال، فاحنا علشان نساعد الاهالي فعملنا مؤتمر خاص بالاطفال بجانب المؤتمر الأساسي اللي هو بتاع تربية الأبناء. احنا نحب ان احنا نشوفكم تاني مع الأقل خالص مرة كل شهر، فلو انتوا حابين ده ياريت تأكدوا علينا، وممكن كمان تدعوا ناس تانية، انه غالبا يعني هيكون اجتماعنا الأسبوع الأخير من كل شهر مع بعض، فاكتبوا من دلوقتي كده في النتيجة بتاعتكم انه اليوم ده خلاص بتاعنا احنا يعني بعد إذنكم. ونحب كمان ان انتوا تدعوا ناس تانية معاكم. كمان عندنا في استمارات بخصوص كورسات الزواج، اللي ما اخدش الكورس دوت هي قيمة الاستمارة هي مفروض 400 جنيه بس لو هتقدر تكون بتلتحق معانا فممكن نخليها 350 النهاردة. 350 هاي لو كان كده هي مش قيمة الاستمارة، هو قيمة الكورس. قيمة الكورس قيمة الكورس للزوج والزوجة للزوج والزوجة. عايزين نطلع اي مصلحة يا سيس. فللزوج والزوجة مدة الكورس 3 شهور، فلو تحب تكون بتاخد استمارة هتلاقيها معايا بعد ما نخلص ونصلي، تقدر تكون بتكتبها ونشوف المواعيد مع بعض. امين. طيب خلينا نكون مع بعض، نكون بنصلي مع خير وليلى. دقيقة واحدة بس، مش هواصكو يعني. عايز نحافظ على العلاقات لأنه إحنا جايين من خلال علاقات. يعني أنا عرفت الأساس رضا ومريان من خلال أشرف عايد، عرفت سامو دينا من خلال الأساس رضا ومريان، عرفت جماعة نبيل ومريان ومينا ونرمين من خلال الأسس رضا، عرفت جون ومادلين من خلال واحد صاحبي جه من سنتين جه الاجتماع مرة
خد تليفوني وما شفتوش تاني يعني. واتصل بي الساعة 11 بالليل قال لي عندي زوج وزوجة ولازم تقعد معهم. يا عم طب الصباح رباح. قال لي أبدا لازم تشوف الزوج والزوجة دول. عرفت كمان مينا برضو من دير الجرنوس من خلال أساس رضا ومريان. مريان وسامح هما شافوا الدعوة, هي شافت الدعوة على الانترنت, وكانت واحدة صاحبتها اسمها أميرة. أميرة دي واحدة معانا اسمها كوكي دعياها, فقالت لها ده انا حجزت وانا هروح. فانا عايز اقول العلاقات بتاعتنا يا بطرس جاكلين. انا حد بعتني ليهم اول زيارة, اول ما شفتهم كده قلت العيال دي ما عنديش خلق انا العيال دي. تعالى مجد وانا اشوف الجامعة دول على السنة. ومثلا معانا ناس من الأردن من خلال نبيل ومريان, وفي أمريكا وأسرة من أمريكا من خلال مريان. عايز أقول إن علاقاتنا ببعض كمان. منى وجيه من الناس برضو اللي هم فتحوا برضو معنا في علاقات مع السيدة ومريان. عايز أقول إن برافو يا ساندي حبيبتي. الترابيزة سليمة؟ خليكي في سلام يا سلام. مش انت ابوك القسيس. هي اصلا مكسوره يا ساندي ولا انت كسرتيها؟ خليكي في سلام يا ساندي. نفس الكلام برضو بيتر ووفاء وساندي واميره وماجي والناس اللي هم مع اطفالنا بره. معلش اوقات ممكن تشوفوا يسري وميري برضو في المقطم. كان معانا حنا وايفون رحنا عندهم الكنيسه ومشوا معانا وما رجعوش تاني. نشكر رب. والاستاذه فضيله برضو نفس الكلام, وفادي هنجيبه من وبطرس جاكلين جايبين اخواتنا الجمال, وهكذا. هتلاقوا ان احنا يعني العلاقات هي اللي تخلينا. واشرف عايد دول ما تعرفوش احنا عرفناهم ازاي برضو. ده اشرف عايد دول حكاية. التانيين دول دار السلام وسام ودينا جايبين فيولا. مبسوط منهم؟ مبسوط ان هم جابوك ولا مش مبسوط؟ طب اهم حاجه تبقى مبسوط. فانا عايز اقول كل ما ناخد بالنا ما تخسروش حد, حتى لو الشخص ده انت مالكش, مش بيصلي معاك مثلا, مش في المكان اللي انت فيه. ما تخسرش علاقه, لان العلاقه دي ممكن يعني الرب يقودك بطريقه او اخرى. يعني الشخص ده يعني الرب يستخدمك انه يعرف الرب عن طريقك انت. فمحدش فينا مش في ايديس النار بالظبط كده. كلنا معانا الصنانير اللي نقدر نجيب بيها, زي جون ومادلين دلوقتي شايلين هم عيلتهم وعاوزين يجيبوهم باي طريقه. وده هيحصل وهيكون كده يعني. فانا عايز يعني حتى لو احنا بنفكر مؤتمر ايه اليوم اللي جاي هيبقى ايه, دور على العلاقات بتاعتك, علشان انت هتلاقي ناس. ما فيش حد ملوش علاقات. في حد ملوش علاقات؟ نبعت له شوية علاقات. ينزل مع الاسسرة ده. عشان كده بي في مجموعة عرفت في العمرانية جاهزة. امين. خلينا نقف بعد اذنكم. معلش عايز اقول حاجة بس بخصوص الاطفال. عايز تشكروا بيتر ووفاء واخواتنا وانتوا طالعين, لان ممكن هو يكون اتشد على عيل من العيال او حاجه, لكن الشغل مع الاطفال مش سهل. فانا عايز بس يعني نحسس اخواتنا اللي بره انه شكرا على تعبكم. هم متطوعين يعني
يعني حتى لو ما جبناهمش عشان الليل يعني واحنا طالعين بس كده. شكرا بيتر انت وفان انتوا تعبتوا معنا. ممكن يعني اللي حابب يعمل كده يبقى كويس. خلينا نقف مع بعض. خلينا نغمض علينا كده وقول رب اشكرك لانه من مرحمك علينا انك ما سبتنيش يا رب مش فاهمين نعيش حياتنا ازاي، لكن تعرفون الحق والحق يحرركم. خلينا نغمض علينا كده وقول رب بنشكرك من اجل كل حق اتزرع فينا النهاردة. قول رب انا بصلي ان انا اكون الارض الجيدة اللي تتحط فيا البذرة، وأقبل إنه إزاي نشتغل عليها علشان تأتي بثمر في حياتي. افتكر النهاردة إن الحق أعلن في إننا نكون جسد واحد صانع سلام، إنه إزاي في أمل في رجاء حتى لو حصل قطع، حتى لو في حصل خلاف بينا، حتى لو حصل عدم تفاهم بينا، النهاردة في رجاء لأن الله بيعيد ويخلص ما قد هلك. شكرا. أشكرك يا رب. أقول له أشكرك. أنا عايزة كل زوج وزوجة يمسكوا إيد بعض كده بعد إذنكم. أقول له أشكرك يا رب لأنك تعيد وتخلص ما قد هلك. أشكرك يا رب لزمن زمن يا رب، زمن يا رب تسترد فيه كل ما سلب في علاقتنا. أنا عايزة أخواتنا كمان اللي على زوم، صلي صلوا معانا إنه استرداد، في استرداد في العلاقة. اوعوا تقولوا ما فيش فايدة، اوعوا تقولوا خلاص الوضع هيفضل كده، لان الهنا اله حياة. هو بيحول اللعنة الى بركة. هو اله قدير. هو ليه في الموت مخارج. هللويا هللويا. افتكر النهاردة انه كل واحد فينا عليه دور، وانا يا رب عايزة اعيش الدور اللي انت مدهوني عشان ما كنش حمل على الطرف الثاني، وعشان نكون يا رب احنا الاثنين شايلين بعض صح وبنسند بعض صح. عايز اكون رجل في بيتي بيقود البيت بكلمة الله، بيقود البيت قيادة إلهية حقيقية. قول يا رب النهاردة احنا كرجال يا ربك عايزين نقف قدامك بلا عيب وبلا لوم يا رب، بأننا نكون دورنا صح في بيوتنا، نكون خاضعين للسلطان عشان يخضع لسلطاننا. يا رب احنا بنقول لك كمان بنغفر يا رب لكل من أساء إلينا. استسمحك صلي الصلوة دي، قول رب احنا بنغفر لكل من أساء قرار إرادي حر مهما كانت شدة الإساءة. يا رب انت تألمت مجربا فتقدر أن تعيننا. معونا يا رب لكل حد أساء إليه في هذا المكان. غفران يا رب، غفران، بنطلق غفران لكل من أساء إلينا. احنا بنطلق وبنتحرر، واللي أساء إلينا برضو بيطلق ويتحرر. يا رب احنا بنعلن ان حبك وغفرانك اقوى من كل إساءة. هللويا هللويا. يا رب زي ما استفانوس وهو كان بترجم كان السماء مفتوحة، يا رب السماواتنا مفتوحة وعنينا مفتوحة على ما هو أعظم من الإساءة، على ما هو أعظم من زواتنا، على ما هو أعظم من اللي إحنا عايزينه والجرح والإهانة. الله أعظم، الله أعظم. أشكرك يا رب، أشكرك أشكرك. بنشكرك لأجل حضورك، وده أكبر شرف لنا أنك أنت في وسطينا يا رب. يا رب شكرا لأجل كل إخواتنا في السنتر هنا، سعاد رفقة. شكرا يا رب لأجل رائف والناس اللي معاه. شكرا يا رب لأجل بيتر والناس اللي معاه. شكرا لأجل كل حد جي عنده جوة وعنده أنا عاوز اتلامس مع الرب. شكرا لأجل كل الناس اللي جات من أماكن بعيدة. يا رب صلي بركة، يا رب نخرج بفرح وبسلام. نحافظ يا رب على كل بذرة أنت رميتها جوانا يا رب، حتى كلامنا وتحركاتنا بعد الاجتماع تكون في سلام. نعمل لكم معلش ناخد بس ولادنا كده.